مجلسنا يتواصل مع أستاذ دكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية والسياسي والمخلص الوطني. قدمت من 2005 ل 2010 73 استجواب للحكومة في البرلمان. لو كنت نائبا في البرلمان في هذه اللحظات قبل ما ننتقل للحديث عن لجنة الـ50 اللي كنا بنتكلم عليها قبل الفاصل، كنت هتتقدم للحكومة باستجوابات بخصوص إيه؟ أول استجواب كنت أقدمه التراخي في عدم الاستجابة لطلبات الشعب وعدم القيام بذلك، لأن الشعب جه في 30/6 قال إحنا مش نسقط الإخوان والرئيس، فلو الحكومة تراخت واتخذت إجراءات ضعيفة زي الدكتور أحمد البرعي في غلق ملف الجمعية قعد 3 شهور مش عارف إيه قعد، ده أنا بسميه تراخي. فلازم تسأل الحكومة في تراخي ليه، إيه الأسباب الدولة واتهمها وإن هي ما تصلحش. يعني الاستجواب طلقة، يعني طلقة ضد الحكومة بإسقاطها، يعني مش بتطالب ان انت بتحايل عليها او حاجات فرعية. الحاجة التانية بعدم الاستجابة لمطالب الشعب تتعلق بالعدالة الاجتماعية، حتى الان لم يتم فتح الملف كمان باش كويس، وان بتشتغل بالمسكنات، وانا مع الدكتور الببلاوي لما قال ان دي حكومة تأسيسية، يعني بتأسس للمستقبل، يعني بتضع حجر الاساس للمستقبل، لكن دي مش حكومة تشهيلات. بعض الناس اللي بيبرروا للحكومة او عايزين يعني طبطبوا عليها بيتكلموا عنها ان دي حكومة يعني تصريف اعمال، حكومة انتقالية. لا، والحكومة الانتقالية حكومة تأسيسية. طب لازم تأسس لمطالب الثورة، ما جاية ليه؟ وبعدين احنا في الجمعية الوطنية للتغيير عملنا دراسات قبلها ب3 شهور ان عارفين نظام الاخوان ونبقى جاهزين لما بعد 30/6. عملنا اعلان دستوري طالبنا فيه باسقاط الدستور الاخوان، لانه دي وثيقة خرجت من التاريخ مع الاخوان، فما يجوز ان احنا نتكلم في تعديلات. 2، عملنا اعلان دستوري يدير الفترة الانتقالية، عملنا تشكيل حكومي وشكل حكومي جديد من رئيس و 18 وزارة فقط، يبقى عندنا 19 بدون نواب وبدون الكلام الكتير ده اللي ملوش اي معنى، وان رشحنا في كل منصب وزاري 3 شخصيات وطنية محترمة لم يؤخذ منها الا 2-3. مثلا حسام عيسى احنا كنا مرشحينه اصلا يكون رئيسا للحكومة في هذه الفترة لانه ده رجل ثوري، فبالتالي هيحاسب على عضو جمعية الجمعية الوطنية للتغيير وعضو حركة كفاية ونشيطه ومن الناس النشطاء والمحترمين. كمال ابو عيطة ده رجل ثوري وزير الاوقاف، ده كان مفاجأة بالنسبة لنا ان الراجل بيتخذ اجراءات ثورية، انا لا اعرفه ولم اقابله في يوم من الايام، لكن احنا بنقيم موضوع. لكن وزير التربية والتعليم متصالح مع نظام الاخوان، حتى الان في بعض المواقع في اخوان كتير في العملية التعليمية، متصالح مع نظام مبارك لما يجيب احمد زكي بدر، متصالح مع، يعني مش شايف انا انه بيشتغل في التعليم كما ينبغي، وانا اصلا ما اعرفوش. يعني انا بكلمك على الناس كمان دكتور محمود ابو النصر، بس انا عايز اقول لحضرتك انا من خلال تغطيتي الاخباريه انا شايفه انه نشط جدا في تتبع الخلايا الاخوانيه داخل وزاره التعليم، ولكن صحيح. خلينا نعترف مش صحيح، احنا عندنا في الاليوبيه مثلا دي قرارات بخصوصهم وايقاف وحالات التحقيق هو له مقوله مشهوره، انا مش هتعامل على انه ده اخواني او مش اخواني. ده طبعا منهج غلط. الاخواني لا يجوز ان يظل في موقع قيادي لانه بيأثر من خلاله. في الاليوبيه مثلا عندنا هاتي وكيله الوزاره الاليوبيه للتعليم والست فاضله وابلغناها بان في كذا موقع اخواني، ها في شبرا خيمه حي شرق وحي غرب، في ناس اخوان قيادات، دول لا يجوز لانه بيأثروا على العمليه التعليميه. دول اصلا بيلعبوا في الادمغه، لا غلط، لانه النظام المجتمع يا استاذه دينا لم الشعب المصري لم يتحملهم سنه. ازاي انا يبقى لهم ديول في كل حته؟ وخصوصا ان هم بيقول لك انا اخوان، لما واحد اخواني مدرس بيضرب العيال يقول لهم يفرقهم يقول له انت تبع السيسي وانت تبع رابعه، لو بيجبرهم يرفعوا علامه ينفع رابعه. الكلام ده امبارح الصوره نازله على مواقع التواصل الاجتماعي، اطفال في المدرسه رافعين علامه رابعه في 6 ابتدائي وعندنا بيانات في المدرسه. ولو حضرتك 2 رفعوا رابعه امرتهم بانزال ايدهم، قلت لهم مش هجاوبكم، اللي يرفع ايده يرفعها بطريقه لائقة وبطريقة عادية. يا على الاستفزاز. يعني بيرفع في قاعة يرفع ايده عشان يسألني. ايده عشان يسأل بعلامة رفع. قلت له خلاص انتهى الموضوع، مش هجاوبك. انت لازم تكون انت وانت في المحاضرة تتلقى العلم. اسألني وانا هجاوبك، انا ملزم بإجابتك. بس مش وحتى لو 100 اخواني انا ماليش دعوة، انا ما بتعاملش معاك، انت معايا طالب انا في خدمتك. بس لما تيجي تقول لي انا اخواني اقول لك ما تلزمنيش. ممكن اجي من ضمن الحاجات. فلازم الحث في 4 رؤساء جامعات منهم رئيس جامعة بورسعيد، وعملنا حلقة هنا في نفس القناة، ها ولازالوا رؤساء جامعات إخوان، يعني في عمداء 70 عميد على مستوى الجمهورية إخوان، كل ده بيربك العملية التعليمية أصلا. اتحاد الكورة كنت هتوجه استجواب لوزير الرياضة؟ طبعا طبعا، لأنه أي واحد، بص حضرتك، لا يعلو شيء فوق الوطن، وعلم الوطن
ها ووحدة الوطن. اللي يمس الأشياء الثلاثة دول ها لازم يخرج بره الملعب على طول. لاعيب الكرة اللي عملوا تصرفات مش كويسة وأضاعوا فرحة الناس وانحازوا لجماعة على حساب مصلحة الوطن ورفضوا، اللي رفض يسلم على وزير الرياضة، هو إيه ده يعني؟ وزير الرياضة ده إيه يعني، يهودي ولا إسرائيلي مثلا ولا حاجة؟ ده مواطن مصري. بس بيقولوا الاتحاد الافريقي المفروض هو اللي يعاقب اللاعب، ولكن لو فرضنا ان في قواعد الكوره، الاتحاد المصري والاهلي امبارح اتخذ قرار، احنا عندنا قواعد ثانيه بتخص ثورتنا دلوقتي. بس احنا لازم شرعيه ثوريه. يعني رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات النهارده اللي متحول للجنايات ده بتهمه ولا حاجه، رئيس الحكومه لما يجي يقول لي انا مش هقدر اشيله لانه لازم يكمل مدته، المستشار هشام جنينه. طب ما خليناش بورسي ليه يكمل مدته بقى، ما دام المنطق ده موجود كده عند الحكومه يبقى دي حكومه متراخيه. فانا كنت هسالها عن كل ده. اهم حاجه عندي ملف العداله الاجتماعيه. انا مش هقول، واحنا قدمنا على فكره، هقول لك لازم يبقى موجود عشان قدمنا برنامج، قدمنا برنامج، قدمنا برنامج من حوالي 20 نقطه ب 20 قرار الحكومه لو اتخذتهم وعملت برنامج زمن تنفيذه كان خلى الشعب المصري كله ده شال الحكومه دي فوق دماغها. لكن الحكومه دي مش عايزه تشتغل لصالح الشعب ولا للثوره، ولذلك هي حكومه غير ثوريه. عموما انا عارفة يعني تاريخ حضرتك لما وقفت قدام جودة الملط في عز مكان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، قد ايه ما حاولت تقاوم الفساد وانتوا ايدكم بايد رقابيين ضد الفساد لغاية ما انطهر البلد واسقطنا جودة واجبرنا ان نمشي. وكنت متحالف مع رقابيين ضد وقعدت معاهم في الشارع وبيتنا وقعدت لغاية ما طهرنا الجهاز، وحنطهر الجهاز من هشام جنينة وغيره. يعني احنا طبعًا مش هنترك اي مكان. بصي حضرتك، الثوره ليها قوانين والثوره ليها نظام. في ناس مش فاهمه ان الثوره لازم تطهير. عبد الناصر بقى ميزه ثوره 23 يوليو انه عبد الناصر اللي قام بالثوره هو وزملائه قاموا ومسكوا السلطه بعد فتره، بس عملوا ايه بقى؟ شوف الثوره استقرت في كام، من 52 ل 56. في الفتره دي عشان يكسب الشعب جنبه وتتحول الى ثوره حقيقيه اتخذ من القرار بعد 46 يوم كان في قرار اسمه اصلاح الزراعه كسب الشعب. دول بقى كسبوا الشعب ازاي؟ مفيش شعب معاهم، عشان كده هم هيبقوا عريانين من الشعب، تأييد الشعب. لما جه قفل ملف المحاكمات للفساد اللي قبل الثوره عمل قانون الغدر في سنه قفل الموضوع عشان نخلص نشتغل. دلوقتي بقى لنا 3 سنين او 6 سنين مش عارفين نشتغل والشعب مش لاقي حاجه، والشعب لازم يحس من ورا ثورته بتغير نوع في حياته. اذا ما حصلش ده الثوره هتبقى مستمره. اوعى حد يفكر ان يعني لمجرد 30/6 او الجيش، طب ما الجيش ايدنا في 25 يناير. هو الجيش جديد انه يأيدنا؟ طب ليه بدل الشعب؟ طب ليه ما بنناقشوش في اسباب عدم اتخاذه يعني لقرارات حاسمه؟ ربما يعني حضرتك بترى انه المستشار هشام جنينه ربما بترى عليه مثلا هو رجل الاخوان، انه كان نائمه وكان اخواني وكان من جبهه الاستقلال اللي اغلبها كان اخوان، محمود مك واخوه كله احمد مك كلهم دول كانوا جماعات اخوانيه. يعني هو لا يقدر على مواجهه الاخوان او محاسبتهم يعني؟ النهارده احمد مك بيقول في، وكان وزير عدل سابق، بيقول ان مرسي ده مش مدان وان مرسي لا يحاكم. طب دول ايه بقى؟ طيب يعني خليني قبل ما هو اللي يدافع عن الاخوان ودمج الاخوان، اجنده غربيه على طول يا اخوان، مفيش غير كده، مفيش غير كده عشان طيب. دول طابور خمس. طيب انا عايزه اسال حضرتك لانه وقتنا ازف على يعني وقربنا على الانتهاء، نص مذكره الاقباط للجنه الخمسين للمطالبه بالكوتا، لانه نشطاء الاقباط اللي التقوا لجنه الخمسين النهارده قالوا انه ما صرح به الاستاذ محمد سلماوي المتحدث باسم لجنه الخمسين من انه اللجنه لم تتلقى اي طلبات من الاقباط بعمل كوتا، وانه في حاله تلقيها لهذه الطلبات انها تتخذ اجراءات فورا لبحث هذا الطلب بموقع من الجديه. يعني النهارده هم فعلا كتبوا هذه الحركه وجبهه، كتبوا هذه المطالبه وقدموها لجنه الخمسين، ورئيس حركه اقباط من اجل مصر قال اليوم السابع ان في وفد قبطي مكون من 15 فرد بيمثلوا الحركات القبطيه واعضاء منظمات المجتمع المدني، التقوا مع دكتور عبد الجليل مصطفى رئيس لجنه الصياغه، وانهم بصدد يعني تحويل هذه المقترحات لمناقشتها للتمييز الايجابي للاقباط، واحنا كمان كسيدات بنطالب بالتمييز الايجابي في حق المراه. تعليقك، وهل هي دي مطالب الاقباط والمراه والشباب كاقليات، ولا دي مطالب وطن في هذه المرحله؟ انا عايز اقول لحضرتك حاجه. من اول حاجه انا ضد اجراء تعديلات على دستور الاخوان، وده وشوفي مقاله اهوت عشان الناس تنتبه واللي قال الكلام اللي احنا قلناه من قبله يعني، بس المقال له اهميه وهعلق عليه في مقال مستشار ماهر سامي ده القائم باعمال النهارده رئيس المحكمه الدستوريه العليا. قال نعم دستور جديد ولا بديل، وقال اسبابه في ذلك. لازم دستور جديد، لازم يصدر اعلان دستوري جديد
حتى بلجنه الخمسين اللي موجوده وبالعشر احنا مش معترضين، بس يتم تنقيتها من في 3 4 حزب وطني موجودين، دول لازم يخرجوا. اللي انا عايز اقوله انه الدستور الجديد وياخد مده 3 اشهر زياده، احنا مش مستعجلين، لازم يتم تهيئه الايه لازم يتم تهيئه البيئه السياسيه لاجراء انتخابات حقيقيه، دي رقم واحد. رقم اثنين فيما يتعلق بالكتاب، فكره الدستور بيقوم على مبدا اساسي واصيل اللي هو مبدا المساواه بين جميع الاطراف في المجتمع، المساواه وتكافؤ الفرص. اي نظام استثنائي، لو انا قدمت تعديلات على دستور 71 سنه 2007 قلت مجلس الشورى ده يتلغي، قلت الغاء ال 50%، قلت الغاء ما هو استثنائي المدعى العام الاشتراكي، يعني الدستور ما بيقرش اشياء استثنائيه. وبعدين قال الا 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 ايه بقى؟ بيبقى في الفتره الانتقاليه، يعني في المواد التكميليه اللي بعد الدستور، انه يفضل وضع كذا يستمر لكذا لانه في ظروف. اذا فرحت بخبر يعني التصويت بالاجابه على الغاء مجلس طبعا أنا في كتبي انا ملتزم، انا راجل متسق مع افكاري طبعا. لكن انا ضد فكره الكوتات، لان اي كوتا ال 50% ضدها، كوتا للمسيحيين ضدها، كوتا للمراه ضدها، كوتا للشباب ضدها. يعني ايه ضدها؟ الكوتات دي اساسا بتفرغ الدستور من مضمونه الاساسي هو المساواه. احنا بنقول معيار الكفاءه ومعيار التغلغل في اوساط الشعب، الشعب هو مصدر السياده. انا بنطلق من نظريه اسمها السياده الشعبيه. النظريه دي بتقوم على انه الشعب هو مصدر السياده، هو اللي شال مرسي قبل مدته، يبقى بنفس المنطق ما جيش اعمل استثناءات. وفكره المغازله مع الفئات ده هيسهم في تمزيق الوطن ومش هيجيب مجلس الشعب قوي. والحكومه لو انحازت للاوضاع دي عشان تمرر دستور بالمرضيه للاطراف هيسقط الدستور بعد فتره. لانه احنا نعمل ايه بقى؟ البديل؟ هتقولي طب ايه البديل للفئات الضعيفه دي؟ البديل نقطه واحده بس، ان احنا نعمل كتات ترشيحيه، نسب ترشيح، وقدمت مشروع قانون كده. ممكن نعمل 10% من المرشحين عن الاحزاب السياسيه يبقى للمراه، 10% شباب، 10% كذا للترشيح. المرأة والمرأة، احنا فاضل لو في ثانية نذيع صور المرأة النهاردة. قلت للمرأة، قلت للمسيحيين عشان نحل مشكلة. 10% للأقباط دول لازم يكون، هم الفلاحين لا، هم الفلاحين لهم تنظيمات قوية وأحزاب قوية وغيره. طبعا. ده البديل اللي احنا في تقديره. كان النهارده كان في وقفه نسائيه امام مجلس الشورى للمطالبه بكوته المراه، وانضم لها كمان عشرات الرجال انضموا للوقفه النسائيه امام مجلس الشورى. انا بقول البديل اهو عشان ما يزعلوش مننا. لا ما انا معاهم في مطالبهم. بس شوف حضرتك لما الكوته دي الكوته دي يعني حاجة محل جدل. أنا بشكرك جدا أستاذ دكتور جمال زهران المصري والوطني، أستاذ العلوم السياسية والقيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، واللي كانت ضمير الثورة ومن قبلها ومن بعدها عفوا في التيار الشعبي. كتبك ثورة الشعب المصري في 25 يناير، المقدمات التطور والتحديات، وثورة 25 يناير مشروع للتغيير والبناء، وثورة 30 يونيو التي قمنا بها استكمالا لثورة 25 يناير. ده في 10 أساتذة كاتبين في كل مجالات سياسة واقتصاد واجتماع. وكتابك القادم مقاتل ضد الفساد جاي احنا في انتظار إن شاء الله خلال الأيام هيصدر. دكتور جمال زهران بشكرك، وأشكركم لحسن المتابعة، وإلى